هلا بحكي لي درجات الحرارة الدنيا في مدينة طفيلة 5 درجات تحت الصفر، يعني تحت الصفر 5 درجات يعني -5، معكوس -5 -5، تمام؟ هون من وين بلش نعد؟ من عند الصفر، صح؟ درجات الحرارة تحت الصفر معناته اللي هون عنا الصفر هو الذي يمثل الصفر بهذا الموقف، درجة الحرارة صفر. هلأ خسرت سيدة 2 كيلوغرام من كتلتها خلال شهر، خسرت 2 كيلو، بما انها خسرت 2 كيلو يعني -2، هي نزلت 2 كيلو، ماشي؟ -2، لو زادت 2 كيلو بحكي عنه -2. هلأ شو عكس -2؟ -2، تمام؟ زادت من وين؟ من كتلتها الأصلية، فهون اللي بيمثل الصفر هو كتلة السيدة الأصلية. هلأ خط الأعداد بالنص بيكون الصفر، على اليمين الأعداد الموجبة وعلى اليسار الأعداد السالبة، تمام؟ هلأ هون بحكي لي اكتب العدد الذي يمثل الموقف ومعكوسه موضحا ماذا يمثل الصفر في كل موقف. سحبت مها 50 دينار من رصيدها، من رصيدها سحبت 50، يعني ايش؟ -50. شو عكس -50؟ 50 موجب، صح؟ هلا ماذا يمثل الصفر في الموقف؟ رصيد مها، صح؟ رصيد مها، يعني هي سحبت من رصيدها، يعني رصيدها اللي ناقص 50. ارتفاع مدينة عن سطح البحر 100 متر، ارتفاع يعني موجب 100، شو عكسها؟ -100. هون سطح البحر، انا من وين قارنت؟ من وين بلشت المقارنة؟ من سطح البحر، هو زايد عنها 100 متر، تمام؟ هلا خط الأعداد هون صفر، -1، -2، هون -1، -2، -3، -4، -5، -6، تمام؟ طبعا أنا رح أحللكم الأسئلة تاعون الكتاب وأنزلكم إياهم عشان تحلوهم.